يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذب كبير يا شيخ. لا أبدا، لأن يا شيخ دائما نأتكل المشايخ للاختلافات بين الرجل وامرأته للإفتاء. لا نقل الإفتاء يا شيخ، نقل الفتاوى من شيخ عبد العزيز بن باز نسبة الروافد ومعاملات بين الروافد لكن فتاوى لا أبدا يا شيخ. هذا والله يا شيخ وبالله، هذا والله يا شيخ وبالله وأقسم بالله، وأنا يا شيخ مستعد للمباهلة لأي أحد. لا يا شيخ، أنا أفتي في المسائل الزواج والطلاق وخلا وأي شيء، ولا نحن يا شيخ أصلا لا دخلنا في المسألة. هذا عبد الرحمن وزوجته الورقة يا شيخ، الورقة الذي على المرأة إذا عندها شيء على زوجها، وأكتب من قبلك على كل شيء البيّن استمارة وهذا الاستمارة يا شيخ أبو حكيم يأتكل المشايخ الشيخ أبي، وكان الشيخ فوزي الأثري من البحرين، وكذلك بعض المشايخ وغير. هذه المرأة يا شيخ عندها مشاكل بينها وبين زوجها يا شيخ، ايش رايك يا شيخ؟ هل مستحقه يا شيخ للخلع ام لا؟ لا، هي كان انتم تقومون بهذا ولا ما تقومون؟ انت قلت ما دخلت في هذا الموضوع مطلقا. لا، وتقول لا. الان انت ورقه هذا يا شيخ، هذا لا يا شيخ. طيب الخلع والطلاق داخل في الفتوى ولا ما هو داخل؟ انا نصيحه للامه، لانه الان حصل التضارب كثير في الفتاوى، والناس يقولون ان مكتبة يعني السلفيه تصدر فتاوى، وحصل خلاف بين الناس وجاءوا وقالوا كذا من هذا النوع. انا ربما اخطا بما قلت حول الامراه، مثلا هو مثلا يريد ان دعا الناس بسبب المشاهدين او في يوتيوب او هكذا. انا مثلا انا اعترف واوافق معه، ولكن لماذا هؤلاء حوله لا يرده اعلانية؟ أو أيضا ينصحه أن دعوماً أو أن عمران لا حقه أن يعلم الناس، لا يحقه أن يعلم الناس حول المسائل الدقيقة والدقيقية، مثلا حول التوحيد، حول البدعة، حول هذا الإيمان وكفر. حبيبنا فهمت؟ عبد الله بن عباس the same thing. He said السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفي، والعظيم الذي قد عظم في عظمتي، والحليم الذي قد كمل في حلمي، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروتي، والعالم الذي قد كمل في علمي، والحكيم الذي قد كمل في حكمتي، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدة، وهو الله سبحانه. هذه صفاته لا تنبغي إلا له.